تنتظر المحافظات الجنوبية لا سيما المحرومة منها والمنكوبة إقرار الموازنة العامة للبلاد لإنصافها بمستوى يليق بمكانتها الاقتصادية من خلال ما يخصص لها من مبالغ مالية. وعلى الرغم من الوعود الحكومية لأن موازنة 2023 شابها كثير من الغبن والإجحاف بحق هذه المحافظات ومنها المثنى بحسب اقتصاديين. النظرة والتأمل هو يقع على موازنة 23 و24 و25، فبالتالي الأموال اللي خصصت لمحافظة المثنى لا تتناسب مع حجم الفقر اللي تعيش هذه المحافظة، وأيضا لا تتناسب مع المحرومية اللي تعيش هذه المحافظة. وبالتالي نحن كاقتصاديين كمراقبين للوضع الاقتصادي في المحافظة بصراحة يعني أصابنا الإحباط من خلال التصويت على هذه الموازنة، لأنها لا تلبي الحاجات الأساسية التي ينتظرها المواطن السماوي كان بفارق الصبر. فيما يرى آخرون أن الموازنة الحالية موازنة وزارات بعد أن ذهبت أكثر التخصيصات المالية للوزارات وأهملت المحافظات التي تعد أساس الموازنات المالية للبلاد لا سيما المحرومة منها التي تكون فيها نسبة الخدمات شبه معدومة. بعد قراءة الموازنة وبعض بنود الموازنة احنا شفنا التخصيصات الأكثر هي للوزارات يعني من الموازنة، يعني باعتبار الموازنة موازنة وزارات وليست محافظات. وبالتالي احنا كاقتصاديين يعني كنا نأمل أن تكون هاي الميزانية مخصصة أكثر من الأموال للمحافظات، خاصة المحافظات المحرومة واللي هي أكثر فقرة وبطالة، يعني مثل محافظتنا المثنى وكذلك الديوانية. لكن بالعكس شفنا اليوم أكثر بنود الموازنة هي باتجاه التخصيصات الأكبر للوزارات. التخصيص المالي للمنطقة الجنوبية لا يوازي ما قدمتها من تضحيات جسام ومواقف مشرفة لبناء عراق جديد، فنحن نطمح أن يكون الإنصاف حليف المحافظات الجنوبية جميعا وخاصة البصرة التي هي أم الخبز العراقية التي تغذي العراق جميعا. رئة العراق النفطية ومنبع الذهب الأسود وأساس ميزانياتها المالية، أوصاف عديدة وإنصاف قليل، هكذا هو حال المحافظات الجنوبية التي تنتظر تحركا برلمانيا لإنهاء معاناة استمرت أكثر من 20 سنة وجهد من قبل الحكومة الحالية لوضع حقوقها نصب عينيها أسوة بباقي المحافظات. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية.